وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى امتدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقلنا في درس سابق أن هذه العبادات التي أمرنا وكلفنا الله تعالى بها أن الغاية والنتيجة منها هي نتيجة أخلاقية تربوية. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام ينهى أيضا عن الفحشاء والمنكر، ويجعل من الإنسان يتحمل المشاق، والزكاة تطهر النفس من الأخلاق الرذيلة من الشح ومن البخل ومن الأنانية ومن حب النفس، إلى أن يبذل ما عنده طواعية وحبا لله سبحانه وتعالى للآخرين. وهكذا الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وهكذا في سائر العبادة. ودعونا نتوقف مع بعض النماذج المشرقة التي سطرت في ثنايا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النموذج الأول أن رجلا كان من أحبار اليهود اسمه زيد بن سعنة، كان من علماء اليهود، قال: لقد عرفت في محمد صلى الله عليه وسلم جميع صفات النبوة، إلا أني أردت أن أختبره في صفتين. بدي أتأكد من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هاتين الصفتين. قال: أنه يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. قال: أردت أن أختبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو على الكفر آنذاك. قال: في ذات يوم سمعت أن رجلا قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عند قومه، وأن هذا الرجل جاء ليطلب المال من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال أن الناس إذا دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى سيفتح عليهم. فجاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا ليرجع بهذا المال إلى قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعطى كان يعطي ولا يخاف ولا يخشى من ذي العرش إقلالا، لا يخشى من ذي العرش إقلالا. ولذلك لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم واديا من غنم، واديا من غنم يعني مئات الأغنام، وكان إلى جانبه رجل، فقال ذلك الرجل: من صاحب هذه الأغنام يا رسول الله؟ قال النبي: أنت. فهذا الرجل تعجب، يعني كيف أنا صاحب هذه الأغنام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك إن شئت. قال: فنزل ذلك الرجل وراء الأغنام وهو يلتفت إلى الوراء يخاف أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في عطيته أو أنه يمازحه. هكذا كان عطاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: يا علي، هل في بيت مال المسلمين شيء نعطيه لهذا الرجل؟ قال: يا رسول الله،
والله ما من شيء في بيت مال المسلمين. قال ذلك الرجل وهو زيد بن سعدة، قال فتحينت تلك الفرصة، يعني استغليت هذا الموقف، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا محمد لقد سمعت أن رجلا من البادية قد جاء وطلب منك المال وأنك لم تجد ما تعطيه، أما ترضى أن أقرضك مالا؟ شو رأيك أدينك؟ وهم من أول يعني اليهود أصحاب رؤوس أموال، وهذا يدل على أن الاقتصاد العالمي اليوم بيد مين؟ بيد اليهود أصحاب أموال، أصحاب تجارة، أصحاب اقتصاد، يتحكمون في العالم بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بلى، قال سأعطيك 50 مثقالا من الذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أردها لك تمرا من حائط بني فلان، أي من هذه الأرض. وضربوا موعدا للسداد، موعد السداد في شهر 12، خلينا نعتبر. قال فذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا مع الصحابة من جنازة، وقد أسند النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى جدار، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشددته من عنقه، فقلت له يا محمد صلى الله عليه وسلم أدي ما عليك من دين، فإنك من بني قوم تماطلون في أداء الديون وأداء الحقوق، أنت من قبيلة ومن عشيرة، مش بس أنت متماطل، كمان أصلاً أهلك وعشيرتك تماطلوا في أداء الديون، وكان موعد الدين لم يأتي، يعني هو جاي بشهر 9 والغير بشهر 12، فأخذ عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يستل سيفه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر، شوفوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يا عمر ما لهذا أردناك، مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء، مره بحسن الطلب ومره ومرني بحسن الأداء. ثم ذهب ذلك الرجل إلى بيته، قال فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر يا عمر خذ هذا المال وخذ هذا التمر ورده إلى ذلك الرجل. فقال يا رسول الله أما هذا التمر فعرفنا أنه هذا بدل الدين، فلماذا هذه الزيادة؟ يعني أعطاه 50 بدل 50 مثقال تمر أعطاه 100 كيلو من التمر، ولكنه زاده أيضا 10. قال فلماذا هذه الزيادة يا رسول الله؟ قال لأنك ربعته بدل ما أنت خوفته. قال فذهبت إلى عمر، يقول فذهبت إلى ذلك الرجل فقلت له هذا دينك وهذه زيادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجب ذلك الرجل فأخبر عمر بما حصل، قال أنا إني زيد بن سعدة وإني حبر من أحبار اليهود، وإني أردت أن أختبر نبيكم في هاتين الصفتين، أنه يسبق حلمه جهله وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. نجح النبي صلى الله عليه وسلم بالاختبار؟ قال فنجح. قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمداً رسول الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نموذجاً حياً ومثالاً حقيقياً لحسن الخلق، وهو الذي قال: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الوجه أو طلاقة الوجه. من الصدقة عند الله تعالى أن تلقى أخاك ولو بوجه حسن. اليوم كثير من الناس من بينهم خصومات على الدنيا، ربما الأخ لا يتحدث مع أخاه على أبسط أمور الدنيا، على أشياء تافهة في هذه الدنيا تحصل القطيعة بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين القريب وقريبه، على أمور بسيطة من هذه الدنيا. نموذج آخر، أيضاً هذا النموذج كيفية الحوار مع الآخر. إحنا اليوم بحاجة أن نتحاور مع الآخر. مع الآخر يعني الذي يخالفك في العقيدة ويخالفك في الإيمان. بعض الناس ينصب من نفسه مفتياً وقاضياً، لا يرى إلا ما يرى، يعني على لغة فرعون، فرعوني يعتقد أن الحق ما يراه هو فقط، وأن بقية الناس مخطئون ويجب أن يكونوا له تبعاً. لا أريكم إلا ما أرى. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضرب وأن يعلم الناس منهجاً في الحوار مع الآخر. كيف تتحاور مع المخالف؟ هل تتحاور معه بالشدة والغلظة والإيذاء والسخط وأنك حاقد عليه، أم أنك تتسع إلى هذا الإنسان وتحاوره بالتي هي أحسن؟ ادفع بالتي هي إيش؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين، يعني أنك تدفع بالتي هي أحسن، وأنك تجادل بالتي هي بالحسنى، وأنك لا تنكر على الآخرين إنكارا فيه غلظة، هذا ما يلقاه إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأنه مش كل الأنفس تتحمل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم إلى المسجد، وإذا برجل مربوط في سارية المسجد. من هذا المربوط في سارية المسجد؟ لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالرجل المربوط في سارية المسجد، ملك من ملوك العرب مربوط في سارية المسجد. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خرجوا في سرية فأمسكوا بذلك الرجل وربطوه إلى سارية المسجد. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتعرفون من هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا ثمامة ابن آثان، هذا ملك من ملوك العرب. إذا غضب، يعني إذا زعل على واحد، كان يقوم له 100,000 سيف. يعني الجيش الوراء كان في ذلك الزمان 100,000 سيف كان إذا غضب. طيب هذا كافر، ربطينه بالمسجد. الرسالة الأولى: الكافر يجوز له دخول المسجد. لا تصيرش مفتي يا أخوي، لا تنصب حالك مفتي وقاضي قضاء وأمير للمؤمنين. لا، الكافر بصير يدخل للمسجد. يا شيخ، ما هو على جنابه، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم سعى
سأل ثمامة بن آثان حكى له والله أنت على جنابي ولا شو وضعك؟ ولا أنت على الكفر؟ وهو عارف أنه على الكفر، وكان يستقبل وفود العرب ووفود الكفر يستقبلهم في المسجد. فأنت لا تصير أمير المؤمنين من برا تأكل حقوق الآخرين وتعتدي على أموال الآخرين، لكن في المسجد بدك تصير أمير المؤمنين وبدك تصير مفتي وبدك تصير قاضي القضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال أحسنوا إلي. انتهى الوقت، جزاكم الله تعالى خيرا. نكمل إن شاء الله تعالى في درس لاحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.